مي ولو حتى الفنان لرأيي الشخصي. انا فني يا اخي، انا ماني فنان ولا شيء. انا اقول لك احمد ما تسمع نبي مثلا عبد الكريم عبد القادر يقول رايه في نبيل شعيب، او نبيل شعيب يقول رايه في صوت نطرس، ما يصير. لا كذي يعني هو كفنان يقول في ناقد، الناقد هو اللي يقيم، يقيمنا كلنا، لكن الفنان ما يقيم زميله. طبعا غلط، ترى تشوف بعض الفنانين يقولون غلط. بالعكس، انت فنان. لا بالعكس، هم مو غلط.